السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وأحوالكم طيبة وأموركم مزيانة. كنشكركم على دعمكم المتواصل ولتشجيعاتكم، وكنرحب بالمتتبعين الجدد اللي كنتمنى أن القناة تنال إعجابهم ويستافدوا معايا. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وقبل ما نبداو كالعادة نعطرو فمنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اليوم ان شاء الله غدا نوجد معكم المسمن او الملوي معمر بحشوه لذيذه وجد اقتصاديه، كيجي مقرمش ولدي بدون لحوم، واللي ممكن تقدموه للقوتي او للعشاء. فخليكم معايا الى اخر الفيديو باش تكتشفوه وتكتشفوا الطريقه اللي استعملت. ولا عجبتكم طبعا الوصفه فما تنساوش تابوناو عندي في القناه وتخليوا لي البصمه ديالكم، ومرحبا بكم. بالنسبة لمكونات العجين فأنا غناخد واحد جوج كيسان ديال دقيق الفينو ونضيف لهم ثلاثة الكيسان ديال الفورس. بالنسبة للكمية فهي كتبقى اختيارية على حسب عدد الأسرة اللي عندكم، تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا ماشي مشكل، المهم هو أن الفورس يكون أكثر من الفينو. وضفت لهم واحد المعلقة ديال الملح، شوية الخميرة ماشي بزاف ما نكترش، واحد ثلاثة المعالق ديال السكر سنيدة. وغادي نحاول أنني نجمع العجين بالمدافي، فملي كنجمع العجين غنحاول انني ندلكو واحد شويه باش ينساجم ليا مزيان، وملي نكون كنورق فيه يعطيني الدور. هنا ملي دلكته مزيان فانا غنغطيه ونخليه واحد 10 دقائق يرتاح شويه، وغادا ندوز باش نوجد معكم الحشوه. بالنسبه للحشوه فانا غندير واحد الحشوه ليا اقتصاديه جدا وكتجي بنينه ولذيذه، فقط البصله الخضاريه والفلفله. فانا خديت ثلاثه ديال البصلات الخضاريين وقطعتهم رقاق، وايضا بالنسبه للفلفله فانا فقط خديت نصف فلفله حمراء ونصف خضراء. كما يمكن لكم تزيدوا اي نوع ديال اللحوم الا بغيتوا ولا لا متوفر عندكم، انا ما كانش متوفر عندي فاستعملت فقط البصله الخضاريه والفلفله. غنديرهم في المقله وغنضيف لهم معلقه ديال الملح، شويه ديال الزيت، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، وغنديرهم فوق البوطه حتى يتشحروا شويه وتبان ليا ديك البصله. وغادي نرجع باش نكمل العجين. فالعجين من بعد ما ارتاح غادي نبدا نشكل فيها على شكل كويرات، بالنسبه للحجم ماشي مشكل على حساب الحجم اللي بغيتو. غادي ناخذ واحد شويه ديال الزبده مذوبه ويكون عندي شويه ديال الزيت، فمن بعد ما غادي نشكلهم على شكل كويرات غادي نحاول انني ندهنهم بالزيت والزبده مزيان، ونخليهم في هذيك الزبده والزيت واحد المده ديال 5 دقائق. من بعد ما العجين ارتاح ليا مره اخرى فانا غادي ناخذ هذيك الكويرات ونبدا نبسط فيهم، غيكونوا اصلا ترخاو وطلقوا. في واحد الاناء غندخل نخلط الزيت والزبده، وغادا نبدا نبسط هذيك العجين ونورقها مزيان. ومن بعد فانا كنتنيها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الصوره، وناخذ وحده اخرى ونحاول انني نبسطها حتى هي مزيان حتى تولي عندي على الشكل ديال الكره اللي بسطت الاولى. وكنشد هذيك الكره الاولى اللي بسطتها ونجيبها فوق الثانيه ونحاول انني نضغط عليهم مزيان في الجناب، وما ننساش انني نرشها بشويه الزيت والزبده مزيان باش بحال هكا تجيني مقرمشه.
من بعد ما كنسرحهم مزيان، فانا كناخذ شويه من الحشوه ونحاول انني نسرحه في العجين مزيان. بالنسبه للحشوه فخاصها تكون شويه بارده باش بحال هكا ما تقطعش لينا العجين. ودابا غادي نبدا نلوي فيها على شكل ملوي. فمن بعد ما كنشكلها على هذا الشكل كنحاول انني نجبدها شويه وناخذ الطرف الاخر ونحاول انني ندوره بحال هذا الشكل باش تاخذ عندي الحجم ديال الملويه. صافي ونبسطها بايدي مزيان. وبنفس الطريقه غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. من بعد ما كملت الشكل ديال العجين ديالي فانا كناخذ واحد اللاطه يا اما ندهنها بالزيت يا اما نفرش ليها الورق ديال المطبخ وكنحط فيها هذوك الملويات ونحاول انني نبسطهم واحد شويه. من بعد نغطيهم ونخليهم يرتاحوا واحد شويه. من بعد ما كيرتاحوا فانا كناخذ واحد صفار بيضة اللي كنضيف ليها واحد المقيطات ديال الخل باش تحيد منه الزفوره وغادي نحاول انني ندهنهم به شويه. بالنسبة للطياب فأنا غدا نطيبهم في الفران اللي غيكون مسخن من قبل، خليه حتى يسخن وندخلهم ليه، نشعل عليهم غير من التحت فقط حتى كيتحمروا ليا مزيان من التحت، عاد باش كنشعل عليهم من الفوق ياخذوا هذاك اللون الذهب. من بعد ما كيخرجوا من الفران فهما كيجيو على هذا الشكل اللي كتشوفوهم به. كنتمنى أن الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتراوكم وتجربوها، أكيد إلا جربتوها غادي تعجبكم. ولا عجبتكم فما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة ديالي وتخليوا لي تعاليقكم الجميلة والرائعة كالعادة. شكرا لكم على المتابعة ديالكم، نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو قادم. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون راقكم وعجبكم، ونتلاقى ان شاء الله عما قريب.